مرحبا بكم من جديد. مواصلين معاكم الليلة إذن لحديث في أشهر القضايا على جريمة الكبارية اللي ترجع بنا ل 2017، وإحنا نهارة 9 ماي 2017 في الليل في دار محمد. محمد اللي يشدد ولده صغير ياسين عمره عامين بعد ما نزع له حوايج وباش يبدا معاه في الطقوس متاع إخراج الجن. محمد يسيح ومرته تسيح، يا ولدي سيب الطفل، علاش؟ شنو عملك؟ شنو حكاية الجن؟ لا عينيه يا اخي، عينيه مش كانت كحلة، شبيه ولات مارون. مادام عينيه مارون مادام ركبوا الجن، وانا اليوم باش نخرج منه الجن. يا ولدي لا، هذيك عينين البيبي تبدا لون ومن بعد تولي لون. ابدا، الليله باش نخرج منه الجن. حبت تفك ولدها منه ما خلاهاش، وهددها هي وبقيه الصغار. الصغار اللي شو نقولك، يعني من الرعب اللي شافوه وليت الدموع هابطه بلاش حس. يتفرجوا في خوهم ولد العامين بين يدين بوهم والدموع هابطه بلاش حس. وبدا محمد في الطقوس. اول ما عمل دخل ايده في فم ولده، خاطر هذه يقولوها لك جماعه الجن الكل، مش هو يتكلم، هذاك الجن يحكي على لسانه، بالتالي يلزم نجبدوا الجن من غادي، ندخلوا فمنا فيه على أساس نخرجوا منه الجن، ندخلوا يدينا باش نخرجوا منه الجن. راجل في الأربعين سنة مدخل يديه في وسط فم ولد العامين، شنو باش يصير؟ اجداقه تقريبا تكسر الطفل الصغير، الدم شرتلة، وهو ما عاش ينجم يتكلم، تسمع كان في الأنين والدموع والدم. من بعد ما زال لون العينين مارون، دونك الجن ما زال موجود، باش يهزك الطفل يكركرو ويمشي بيه البيت البانو، والعائلة اتبع. وفي بيت البانو وبرا زيد عندك هذه معتقد من المعتقدات الأخرى، إن شاء الله أصحاب المعتقدات هذه ينالوا جزائهم يوما ما في الدنيا وفي الآخرة. باش تخرج الجن يلزمك تستعمل ماء دافي وفيه الجفال والملح، اي هكا قالوا له. امشى عبى بانو، عبى البانو بالماء والجفال والملح، وقبل ما يكمل الطقوس مع ياسين دار الاولاد الاخرين، اي جاوا الساعه خلينا نتفقد، انتم ركبكم جن والا لا. شاف ولده الكبير خزر له العينيه وحال له فمه وبل له راسه بشويه ماء، هرب كالوليد على اول ما كمل بوها عمل هالطقوس، وبدا يتفقد في الاولاد الاخرين. ومن بعد باش يهز ياسين ويحطه في وسط الماء، جفال وملح، حطوا في وسط الماء ويلزم يمشي على البدن الكل، لا غرقوا في الماء. بعد خرجوا الطفل فقد الوعي، داخل حطوا في القاعة
لم الشهادات اللي عنا على الأقل، خاطر اش نجم نقولك توا يمكن كان واحد يسمع فيه ويقول اش باه ما خذيتش حاجة واعطاته باه على راسه ولا ما اللوم بعد القضاء بدعة. أنا اللي نجم نقولك عليه أنه هي الشهادات والمعطيات اللي عنا في الملف أنها حاولت، أنها ترجيت، أنها توسلت، أنها صاحت، أنها بكيت، أنها بكو طفل داخ. وما زال محمد يعمل في الطقوس متاع إخراج الجن، شد خنقه مازال، لا هذا الجن مازال ما خرجش كما يلزم، خلنا نخنقه تاو يخرج، تاو سي يخرج من البدن هذا. وقت اللي خنق ولده ولد العامين الوليد فاق، والحق ياليته ما فاق، خاطر كي فاق العين جات في العين وزاد شاف العين المرأة وزاد جن جنونه أنه الجن ما زال موجود غادي. لا لا لا، يلزمني نخنقك كما يلزم على قاعدة باش يخليه في بيت البان ويمشي يجري كل مهبول للدار يفركس على حاجة باش يخنق بها ولده، تي الجن اللي في ولده باش يلقى كولون تامرته، باش يجيب كل كولون وباش يكسر السبركة من طرف اللوح من البنك، خاطر هذه زادة في المعتقدات. رد بالك رو هذا الكل موجود في موروثنا في معتقداتنا المتعلقة بالجن. مثلا الضرب، أنا كيزمك تضرب البدن تهرسه باش يخرج الجن، جاب لوحة بالكولون باش يتم القضاء نهائيا على ولد العامي. ياسين باش يلفظ انفاسه الاخيره بعد ما باش يخنق ابوه بالكولون، ثم مازال خاطر في باله اللي هو داخ بالعصا مش باش يخلي بلاصه الا وضربه فيها، ومنها عينيه على كيفاه، عينيه المارون. الطفل مات، هو توا كمل الطقوس الكل اللي خرجوا بها الجن، دونك توا قرر انه باش يفيق ولده سي توا 100%، خرج الجن ويمكن العينين ما عادش مارون. بدا يفايق 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 في قنت عاد، اما هو مات. مشهد صار قدام مرته وقدام الاولاد الصغار الاخرين اللي حسب الملف ما نعرفوش فيهم شكون تخبى، فيهم شكون هرب لبيت اخرى، فيهم شكون شاف تفاصيل فيهم. وعلى ما يبدو ابدا توا شاهد العقل يرجع لصاحبنا بشويه بشويه. مرته ما عادش قادره انها تتكلم من هول الصدمه ومن الخوف، تنساش انها شفت رجلها كي تحول ولا وحش قتل ولده قدامها، فتقولك السيده ذايا ينجم يصير منه كل شيء، نجم يقتلنا الكل الليله لهنا، علاش ما خرجتش من الدار، علاش ما هربتش، علاش ما عيطتش للجيران، هذه الكل اسئله مشروعه عندك الحق تطرحها. هل هذا يعني انها تنجم تعتبر شريك في الجريمه؟ ما نعرفش ما نعرفش، ولكن هذه الكل أسئلة مشروعة، خاصة كي تعرف شنو اللي باش تعمل توا. بما أنه بدا يفيق اللي هو قتل ولده بعد ما حاول يفيقه ما فاقش،
يفيق فيه ما فاقش، يفيق فيه ما فاقش، دخل بعضه بحذيه صغاره بحذيه مرته، مشى جاب الحاف أبيض لف به الوليد الجثة، ولات ماهيش ياسر بيضة، ولات حمرة بالدم لي مازال خارج من فمه، باش يطلب من مرته أنها تنظف البلاصة، وهي باش تنظف البلاصة على الدم. ثم تقول أنت ندم، تقول أنت فاق توا من سكرة السكر والحرابش، تقول أنت باش يكرم الجثة متاع ولده، تقول أنت أو هكا واحد كان ما عارف ماهوش عارف روحه وش قاعد يعمل، لكن هو باش يهز الجثة وباش وإحنا في قلب الليل قرب الصباح وباش يلوحها في البوبالة، باش يلوحها في بوبالة مش بعيدة ياسر زادة على الدار. في هكا الخرجة متاعو هو للبوبالة، لم باش تستغل الفرصة باش تهز أولادها الثلاثة وتهرب بيهم الدار. بقية الحكاية باش تصير بصفة سريعة، الجثة باش يتم اكتشافها سريعا من واحد من الجيران اللي مشى زاد على الصباح، مشى للبوبالة يلقى هالوحدة البيضة هذه الملفوفة، كي حلها يلقى الطفل وعرفه رغم التشوه اللي موجود عليه، عرفوا بلغ الأمن على الفور. العناصر الأمنية اللي باش تنطلق في البحث على البو والأم، الأم اللي باش تجي تلقاها طول في المركز، العناصر الأمنية بما أنها مشيت تبلغ على رجلها وعلى اللي عملوا في ياسين، باش يتم إلقاء القبض سريعا على محمد. محمد اللي باش يقول أنه عمره ما كان ينوي أنه يقتل ولده، وأنه اللي عمله الكل هو باش يخرج منه الجن، لأنه هو ما زال مصر أنه هو راكبه جن. هو راه ولد العمين ما عمل حتى شيء، ملفات القضية ما تقول أنه كان عنده حتى تصرف هكا تاع كما اللي يقول لك توا راكبه جن، حتى شيء. الشيء الوحيد أنه لون عينيه كي كان تولد كان أكحل، كي كبر ولا عمره عامين ولا تقريبا لون عينيه مارون، هو اعتبره حسب المعتقدات اللي زرعوا هيلو في مخه أنه ولده راكبه جن. في نوفمبر 2018 محكمة الاستئناف في تونس باش تحكم بالإعدام على محمد من أجل جريمة قتل ولده. ردوا بالكم من خليط المعتقدات البالية والسكر والحرابش المخدرة المهلوسة. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.